هلا وغلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ومرة جديدة ووقت جديد نقضيه معاكم في المجلة السعودية، وحياكم الله. هي الجزية؟ تعريف الجزية حسب الإسلام هي الأموال اللي يدفعها الذمي. الذمي مين هو؟ المسيحي واليهودي، وهو صاغر للمسلمين حسب التوبة 29. مقابل إيش هم يقولوا؟ مقابل الحماية وعدم الخروج للجهاد. المصيبة هو أن الإسلام لم يحدد قيمة الجزية، وكل واحد يفتي لك بفتوى حط نص البلد صار اسمهم حسن مفتي. لكن شوف كيف ينقلب السحر على الساحر. عام 1991 لما دخل صدام حسين إلى الكويت، اضطر الملك فهد الله يرحمه أنه يطلب التدخل الأمريكي المسيحي ضد صدام حسين. وطبعا الجيش الأمريكي يبي قروش، وصارت الدولة متمثلة بالإسلام اللي هي دولتنا السعودية تدفع الجزية للأمريكان وهي صاغرة مقابل الحماية. والآن أيضا المسلم في العالم الغربي والأوروبي وأمريكا وغيرها تلاقيه مسكين يدفع الجزية وهو صاغر للحكومات الغربية. كيف؟ من خلال اللحم الحلال، لأن سعر اللحم الحلال أغلى من الحرام أو الغير حلال. بس بالنسبة لي من ناحية علمية وصحية أقدر أقول أن الذبح الغير حلال يعتبر صحي أيضا، لأنه يخرج الدم من الذبيحة. بالنسبة لي كمسيحي مؤمن بالرب يسوع المسيح، كل شيء عندي طاهر، لأنه كل شيء هو خلقه ربنا. شوف اسمع هذه الآية: لا تنجس ما طهره الله، أعمال 10:15. علشان كده تلاقي المسيحي يأكل براحة ضمير تامة، لأنه بالتأكيد هذا اللحم انذبح من أجل الأكل وما انذبح عشان صنم أو آلهة أخرى. لكن بنفس الوقت أقول لو كان الأكل حيكون سبب عثرة لإخوتنا المسلمين فبلاش منه. مثلاً خويك حب يصير مسيحي بس ما يبي ياكل خنزير، قول له حاضر وانا مش حاكل خنزير عشانك. علشان نستمر بالصداقة والزيارات، اهم شيء عند الرب ان تجعل خويك ايش؟ سعيد. واهم شيء ممكن يسعد خويك ايش هو؟ مظبوط، الحياة الابدية والخلاص. فكون انت سبب خلاص، وتجنب أنك تكون حجر عثرة. أما المسلم يا ويلي يقطع القلب، فعليه دفع الجزية إذا أراد أن يأكل الحلال. وقص على هذا بقية الأمور. علشان كده المسلم يدفع الجزية في حال إقامته في الدول الغربية والأوروبية المسيحية. فهل انعكس السحر على الساحر؟ هل المسلم ضحية ويحصد نتائج هذه التعاليم البائدة؟ الحقيقة يا أخوتي الأحبة أن ما تزرعه من سنة تحصد اليوم، وما عملته من شهر تجد نتائجه بعد أسبوعين من الآن، من حوالي أسبوع أو اليوم. واليوم هو يوم مقبول عند الرب. سلم حياتك الآن للمسيح وخلي الباقي عليه.
بركة الرب يسوع المسيح معكم. آمين. غيرك غالها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقانها ريحك ونحمولها ما حد غيرك غالها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقانها ريحك ونحمولها قلت لينا تعالوا وكلن يجي بحماله تعالوا كل نجيب أحماله عندي يرتاح باله والسعادة ينولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها جيت لجل انقدام جيت للبشر خدام اتألم وانظلام حتى يعيشون بسلام ما جيت لجل انقدام جيت للبشر خدام اتألم وانظلام حتى يعيشون بسلام وسلامي فوق عقولنا ما حد غيرك الله ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقالها ريحك ونحمولها دعوتي للخطاة أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة مع إني بار وصالح دعوتي للخطاة أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة وحق وطريق يمشوا بها ما حد غيرك قالها ولا حد يقدر يقولها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقالها ريحك ونحمولها قلت السماي انا بصعب لكن ارسل لكم روحي عزي ويسند طول الطريق يعينكم قلت السماي انا بصعب لكن ارسل لكم روحي يعزي ويسند طول الطريق يعينكم في طلوعها ونزولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقالها ريحك ونحمولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا واتقالها تعالوا وكلن يجيب أحماله
قلت لنا تعالوا كل نجيب احماله عندي ارتاح باله والسعادة ينولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها الدنيا وتقالها أريحكم نحمولها الحمد لله على كل حال. في يوم 27 يوم الأربعاء تم إيقاف زواج الرشيد بن الحربية بأمر من سمو سيدي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله. المدح توم في تحبابه أمي رشيدي وربعي عبس سلسي على راسي ما تجي بدس ومقدارنا يحسب حسابه نلبس بشوت المراجل لبس وكلنا على قد ثيابه الطفل لو تمسكه يحس والسيف والبندق العابه أعزائي المشاهدين اليوم حنتكلم عن مشكلة عندنا مشكلة التعصب القبلي خضيري عبد صفيري طرش بحر بقايا حجاج قبلي نخولي شيعي كلها ألفاظ مش حلوة. خلينا نقرأ من الكتاب المقدس من سفر التكوين يقول لك هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع أخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه. يوسف ابن الحرة رحيل كان يخدم ويرعى الحلال مع عيال الجارية بلها وعيال الجارية زلفة. هذه الآية تورينا كيف كان يوسف ابن الحرة يخدم أخوته عيال العبدات بلها وزلفة. هذا الرجل العظيم يوسف اللي كلنا نعرف قصته وكيف أخوته باعوه للمصريين وحرموه من عطف الأب وحرم أبوه منه، كيف امتنع عن الزنا وكيف دبروا له مكيدة ودخل السجن، لكن ربنا كان معه ونجحه وبعد ما خرج من السجن ربنا أكرمه وخلاه يحكم مصر الدولة العظيمة تلك الأيام، وكيف ربنا أنقذ المصريين من المجاعة بسبب يوسف البار. ومو بس كده، ربنا كمان جعل يوسف سبب لإنقاذ أبوه وأخوته وحريمهم وعيالهم من المجاعة. كل هذا العمل العظيم طلع منك يا يوسف لأنك كنت مستعد تساعد أخوتك عيال العبدات. أعزائي المشاهدين كلنا أولاد آدم، الشيطان هو اللي قسمنا إلى عبدي وخضيري وأصيل وصفيري وإلى آخره. المسيح تبارك اسمه جاء وغسل رجول التلاميذ وحنا غير مستحقين كل هالحب، وجاء وتجسد وانصلب عشان ينقذنا من هلاك مؤكد. هو ما جاء بس عشان عيال القبائل، هو جاء علشان الكل، قبلي عبد
خضيري للكل. أنا عارف أنه بعض الناس مش مستعدة يتخلون عن هذه العادات اللي أكل عليها الدهر والشرب، لكن أنت أخوي المشاهد وأنت أختي المشاهدة، إذا عرفت أن المسيح تبارك اسمه حمل خطاياك على الصليب، تخيل لو أنك قبلت الرب يسوع المسيح الآن تكون مع شعب الرب، ما في فرق بينك وبين الآخر، لأنكم كلكم كاملين في المسيح ومنصهرين في جسد واحد، والمسيح هو رأس هذا الجسد. ليش ما تكون أنت سبب التغيير في بلادنا اليوم؟ وبركة الرب يسوع المسيح تكون معكم جميعا. تعالوا نصلي مع بعض عشان هذه المشكلة. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك لك كل المجد. يا رب، مشكلة التعصب هذه مشكلة فعلا موجودة عندنا، وكثير من الزيجات وقفت بسببها. يا سيد العظيم، أنت تقدر تكسر هذه القيود اللي هي فعلا قيود من الشيطان جات. يا سيد العظيم، اصهر شعبي فيك، في المسيح يسوع، يعرفوك ويتوحدوا فيك يا رب، يعرفوك ويكون فيهم خلاص يا رب، وفرح مجيد ولا ينطق بالمسيح يسوع، توحد القلوب. آمين. يا الله، احكم ببراءتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم. أنقذني من الغشاش والظالم، لأنك أنت حصني. ليش رفضتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك فيرشدوني، ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك، فأجي إلى مذبح الله، إلى الله فرحي، وأسبحك بالعود يا إلهي. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ ليش أنتي قلقانة في داخلي؟ ترجي الله، فإني أبي أقعد أحمده، لأنه عون لي وإلهي. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخ مهدي من الجزائر، يقول: أنا شاب أعيش في قرية صغيرة ومغلقة، ولا يوجد فيها الكثير من مصادر الحضارة. شاءت الظروف أن أعمل جهدي لأسافر إلى المدينة بغرض الدراسة. التقيت بالصدفة مع مسيحيين، وصاروا يحدثوني عن الرب يسوع وعن عمله على الصليب ومحبته لي وموته من أجلي. ثم دعوني إلى الكنيسة، وبدأت أسمع التعاليم السماوية، وانفتحت عيني ورأيت الحقيقة. وبعد فترة أخبروني عن برنامجكم الذي هو أكثر من رائع ومفيد جدا جدا، ورأيت ما أريد، وفرحت لأني وجدت ما كنت أبحث عنه طوال حياتي. نعم، وجدت الرب يسوع المسيح، الإله المحب الذي يضمن الحياة الأبدية، وهو خلصني من عاري وهواني. وبدأت أبكي، وسلمت حياتي للرب يسوع المسيح، وقبلته ربا وسيدا وإلها على قلبي وحياتي. الرب يطول عمرك ويعطيك قوة لكي تستمر بهذا العمل. آمين يا أخويا مهدي، الرب يباركك ويطول في عمرك أنت. وألف ألف ألف مبروك الخلاص، وشكرا أنه أعطتنا هذا الاختبار عشان نفرح معك ونصلي لك. ونشجع بقية الأخوة أنه ترسلوا لنا اختباراتكم عشان نفرح معكم ونصلي لكم. أترككم ببركة الرب يسوع المسيح. آمين.
يقول القرآن عن المسيحيين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبغض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم، ألا إني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه. فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح، والمسيحية تقول إن المسيح هو الله. والمهم هنا نعرف الحقيقة، هل المسيح ابن مريم هو الله أم لا؟ وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح؟ وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض. فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين؟ والحقيقة أن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح ابن مريم هو الله فعلا. فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبدا، بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده. ولعل أول شاهد على ألوهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح ابن مريم. فمع العلم أن القرآن يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني كلمة الله وروح من الله، ألا إن القرآن لا ينسب المسيح لله أبدا ويصر على ذكره بالمسيح ابن مريم بس، وكأنه كلمة مريم وروح منها هي مش كلمة الله وروح منه، أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي. فنشوف خوف وحذر كبير جدا في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو ولو كان بشكل معنوي أو بعيد. وعموما خلوني أسأل هنا، هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي، بشر عادي حاله حالنا، اللهم تميز بأنه مولود بدون أب، أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية؟ يقول المسيح في القرآن إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالمسيح هنا يقول إني أخلق، وحط خطين تحت كلمة أخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة، وبنفخة فقط من السيد المسيح. لكن غريبة، مش القرآن يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني نفخة الله وهبت حياة ونفخة المسيح هم وهبت حياة. فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح؟ أو هل تعتقد إن السيد المسيح بشر عادي؟ كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه، يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض. فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح؟ كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح، يرسله يمين يوديه شمال، يحيي بها موتى، يهب منها حياة. فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده؟ كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يدخرون، فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده؟ هل في أحد من البشر
يشبه المسيح، وإذا ما فيه مثله أجل من يكون؟ إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس، صح؟ تعتقد إنك كذا حليت المشكلة أو عقدتها أكثر؟ هل تعتقد إن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها؟ وإذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ذا المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء؟ ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس؟ هو خاتم الأنبياء ورسالته آخر الرسالات، وأكيد هو أولى وأحوج تكون له كل ذا المعجزات. فشمعنا المسيح بس؟ ليش المسيح بس من ولادته إلى صعوده مختلف؟ تذكر الأحاديث الإسلامية إن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة، فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم، فهو المعصوم من كل إثم ودنس، لكن بشر عادي، إنسان وبشر عادي، يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة. فممكن تسأل نفسك من يكون؟ ليش هو بس القادر على كل شيء؟ اسأل نفسك، هل عادي كل ذا الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك؟ السيد المسيح كان آية متحركة، لمسته تهب شفاء وقوة، كان يقول للشيء كن فيكون، اشفي، اطهر، قم، ابكم، اخرج، كل شيء به كان، ومن غيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إنه المسيح فقط وليس أحد سواه. يقول أنا والآب واحد، الذي رآني فقد رأى الآب. هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل، يخلق ويحيي ويهب حياة، يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح، وكل هذا بمجرد كلمة كن فيكون. يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس، فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده؟ الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة، الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع. نعم، إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا، جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك. عاش بيننا وتحمل أوجاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث. مش إحنا المختلفين فيه، لأننا نعرفه تمام المعرفة، لكن حاول أنت تتعرف عليه. فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وشكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم، في أمان الله.